بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا في الدرس الثامن من سلسله ديال الدربوكس اللي غنتكلموا فيها حول موضوع مهم بزاف اللي انا تكلمت عليه سابقا، ولكن ماشي مشكله غنتكلم عليه دابا بطريقه مشروحه وميسره. هذا الموضوع اللي كيحاول الناس بزاف يعرفوا هذا العرض اللي دايره ديال اوروش ديال الدربوكس ديال الواي فاي ديك 12 ميجا، واش بصح كاينه ولا ما كاينش. لهنا غادي نخليكم مع هذا الموقع اللي هو من احسن المواقع اللي كيبين لك واش ديك 12 ميجا واش كاينه ولا ما كاينش. هذا كيعطيك 12 ميجا واش كاينه واش واصله ولا ما وصلاش، وانا في المكان اللي هو مزيان كونكسيون مزيانه ممتازه ما كتقطعش، ولكن ملي كنعمل هذا التست هذا كيعطيني واصله غير 8.5 8.7 8.5، يعني كتوصل بالدرع باش كتوصل ديك 9.2 وفي الصباح، ماشي يعني في مع العشيه، هذه في الصباح يعني مثلا نقول لك مع 6 الصباح مع 7 كنعمل هذا التيست هذا كنجرب، وحتى مع 5 الصباح يعني تبع الوقت ديال الفجر، لان كنعمل التيست هذا كنحاول نشوف نتاكد هذه السرعه ديال 12 ميجا يعني واش غتطلع ولا ما تطلعش. ملي كنمشي كنشوف كنجبر 8.5 8.7 8 7.9 كيطلع بالدرع بالدرع باش كيوصل 9.1 9.2، اما ديك 12 ميجا ما كايناش. هذا من احسن التست اللي كان الموقع اللي كنحاول اللي غادي نخليكم في الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي غتاكدوا بيدكم نتوما وتحاولوا تشوفوا هذا 12 ميجا واش وصل ولا ما وصلش. اذا شفتوا التست المجموع وانتم كتشوفوا انا قم بشوف شحال كيوصل، يبقى فقط باش تاكلوا شحال واحد عنده كونسوم ثقيله وشحال واحد عنده. وهذا كتسبق الشخص بزاف في المواضيع كيف تحل مسائل كونسوم، كيفاش تدخل اعدادات، كيف تضبط الاعداد ديالك، كيفاش تحاول ترد تلقائي الى كارت جي. هذه المسائل يعني باينه الانسان يقوم بها. كتجمع عندك كونسوم ولكن ديك 12 ميجا ما يعني ما كاينش. وشحال واحد دار التيست هذا في العرض ديال 249 درهم اللي فيه 20 ميجا، قال لك ما كتوصلش 20 ميجا، كتوصل الى ديك 15 16 بالدرع. يعني ما عرفناش واش غير الصوره وصافي او لا. اذا هذا كان فقط معلومه باش تعرف الجهاز ديالك شحال وصل في السرعه، يعني ديك الروتر ديك العرض اللي عامل لك شحال يعني وصل في السرعه ديال الكونكسيون، شحال يعني وصل ديك واش ديك 12 ميجا واش كاينه ولا ما كايناش. هذا هو الحل اللي غتتاكد بيدك كتدخل هاد التيست هذا ساهل، كتعمل الاجراءات ديالك وهنا غايبان لك الفرق واش 12 ميجا واش ماشي 12 ميجا. كيبقى تما كتلاحظ يعني عملت بزاف ديال الاعادات كتشوفوا بعينكم. اذا كتمنى الفيديو يكون يعني استفدنا منه، وكنتمنى ان تبخلوا علينا بالزر الاعجاب والاشتراك في القناه لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.